بلعبة ريد ديد 2 إذا جينا على هذا المكان راح نلاقي عربي محطمة وبداخلها هيكل عظمي بس براسين، وعلى ما يبدو إنه الهيكل العظمي كان لبنت لأنه إذا طلعنا فوق العربي راح نقدر نشوف كيف كان شكلهم قبل ما يموتوا. بلعبة جراند 5 سر كبير متأكد إنه كتير منكم بيعرفوا، واللي هو بأحد الأنفاق المغلقة راح نقدر نلاقي جثة شخص لابس ملابس فخمة وعلى ما يبدو إنه ميت من الرعبة. وأخيرا بلعبة أساسن كريد أوريجينز إذا ضلينا نمشي كتير بالصحراء راح يبلش يتهيأ لنا شغلات غريبة، مثل انه نشوف ناس يظهروا قدامنا ويختفوا فجأة، او حتى انه نشوف سمكة بوسط الصحراء.